ماذا تفكر عن تركيا؟ Very good تركيا. الله يرحم سلطان عبد الحميد، سلطان أحمد، سلطان عثمان، سلطان رشاد، الله يرحمهم رحمة الله عليهم. كانوا حاكمين كل الدنيا، كانوا حاكمين فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وين ما كان. رحمة الله عليك يا سلطان عبد الحميد. أنا بحكي الحاج إبراهيم وزوز من القدس دار أبو سنينة. أنا حكولي أمامي كانوا في الجيش التركي، كانوا يحبوا السلطان عبد الحميد لأنه كان حكمه عادل في تركيا. رحمة الله على كل سلاطين تركيا، والله يقوي تركيا وإن شاء الله تنصر على كل العالم الكافر. يا رب يا العالمين يا الله. اسمك إبراهيم؟ ورحمة الله إبراهيم. اسمك إبراهيم؟ إبراهيم. أنا اسمي الحاج إبراهيم عبد الرحمن وزوز من دار أبو سنيني.